أننا نعيش العصر الذهبي للقرآن الكريم، نعيش في هذا العصر العصر الذهبي للقرآن الكريم. اليوم همست في أذن أخي الحبيب الشيخ ماهر عن أحد المتسابقين من إحدى الجمهوريات، قلت له: أمتأكد أن ليس أصله عربي؟ يعني أنا أنظر أرى الملامح مثلاً أوزبكستان أو طاجكستان، وأسمع الصوت صوت عربي 100%، ليس 99، 100%. كيف حدث هذا؟ قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ علي، أحوالingiz qanday؟ رمضان حيت مبارك بولسن. بوجن سيزلرنين وكيلرينجز بلن كورشكي مشرف بولديك. ما شاء الله، الله سيزلرن پناهده أسرسن. برچه که سلام من نیت کزین. صفد بمسايا